النهاردة يوم الوثيقة العربية اللي بنحتفي بيه يوم 17 أكتوبر كل سنة. ده استجابة لمبادرة النادي العربي للمعلومات والوثائق. ليه؟ علشان نسلط الضوء على أهمية الوثائق على أساس أن هي ذاكرة الأمم والشعوب وواحدة من أدوات وأدلة الإثبات، بالإضافة لأن هي كمان بتشكل مصدر هام جدا للمعلومات بالنسبة للباحثين. يا دينا، صحيح. تفاصيل أكتر عن يوم الوثيقة العربية معانا على الهاتف الدكتور شريف شاهين، أستاذ الوثائق والمكتبات. صباح الخير ومنورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، حضراتكم منورين من غير أي حاجة، وكل سنة ومصر والعالم العربي كله بخير يا رب. بشكرك شكرا جزيلا. طبعا خلينا نتكلم في البداية عن يوم الوثيقة العربية وأهمية الاحتفال طبعا باليوم ده للمتخصصين والغير المتخصصين كمان. طيب حاضر. أولا خليني أرحب بحضراتكم وأشكركم على إلقاء الضوء على هذا اليوم العالمي، لأن هو في الأساس عالمي، ولكن الحمد لله أنه الجانب العربي من خلال المجلس العربي للوثائق أو المكتب العربي للمجلس الدولي للأرشيف أخذوا قرار بأنه 17 أكتوبر 2011 بموافقة واعتماد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بأنه يخصص هذا اليوم لدعم وتطوير أليات التوثيق للحفاظ على هوية وتراث المنطقة العربية. بالنسبة بقى للتبسيط، التراث ده عبارة عن وثائق ومخطوطات وبرديات وصور وتسجيلات مسموعة ومقاطع فيديو، وما أظنش أبدا أن في فرد على وجه الكرة الأرضية أو مؤسسة ما عندوش أي نوع من أنواع هذه الأرشيفات. الفكرة أنه إحنا كلنا رايحين، لكن في أجيال جاية، الأجيال الجاية من حقها أنها تعرف ماذا كان يحدث في الحالة الاقتصادية التعليمية الثقافية في فترات زمنية قديمة. هذا الأرشيف هو بمثابة ذاكرة الوطن وذاكرة الأفراد، يجب أن نحافظ عليها. طب إيه المتغير الجديد بقى لهذا اليوم بالذات 17 أكتوبر 2024؟ الأرشيف الأخضر نحو أرشيف عربي مستدام. طبعا حضراتكم وكل السادة المشاهدين والمستمعين يعلموا تماما أن في 17 هدف وضعتهم الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. صحيح. التنمية الباقية والتي تبدأ من اليوم وللأجيال القادمة في كل المناحي الحياة، وخاصة الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة. لما نمسك بقى الحفاظ على البيئة، نجد أن الأرشيفات في الأساس كانت ورقية، وبالتالي مفهوم الأرشيفات paperless archive أو الأرشيفات اللا ورقية ابتدى الحمد لله ينتشر بالتوازي مع توجه الحكومات نحو التحول الرقمي. وحضرتك يا دكتور، يعني حسب ما انا فاكر، يعني حضرتك معاك ماجستير ودكتوراه فيما لا وصل به الرقمنه والتكنولوجيا في هذا الصدد. ده بيخليني يعني اسال حضرتك غني عن التعريف طبعا يا دكتور. الله يسعدك ويحفظك. اهميه الارشفه الرقميه، وخاصه ان احنا دلوقتي في تحديات، في ناس بتحاول ان هي تسرق تاريخنا، تسرق حضارتنا، تبث السم في العسل. دور الأرشفة الرقمية في حفظ تاريخ المصري. مؤكد أنا متفق تماما مع حضرتك. في برنامج ذاكرة العالم ده تابع لليونسكو، وطبعا زي ما حضرتك عارف أنه الهدف منه هو التوثيق كل المقتنيات المتعلقة بالأرشيفات على اختلاف أنواعها من وثائق ومخطوطات وبريدات وغيرها. إحنا للأسف عندنا بطء شديد جدا في مسألة التوثيق. لو حضرتك وثقت أو سجلته عالميا، ما فيش حد هيسرق منك أي حاجة. الوثيقة أساسها هي الإيفيدنس، الإثبات أو الدليل. وحضرتك تعلم أن هناك أماكن ومناطق حساسة جدا عادت إلى حكومتها وإلى دولها من خلال الوثيقة. صحيح. هناك أملاك عادت إلى أصحابها من خلال الوثيقة. الإنسان يبدأ بوثيقة وينتهي بوثيقة، وثيقة الميلاد ووثيقة الوفاة. ربنا يدي حضراتكم جميعا طول العمر بالصحه والسلامه. فالوثائق في حياتنا، ولكن الاهم من كل ده ان توثق وتسجل طبعا وتعرف على مستوى العالم، لان ده بيحميها من اي سرقه. صحيح. اللي حصل في اليومين دول هي التزييف والتعديل في حقائق مثبته في الوثائق.
وللاسف بتبقى يعني واضحه جدا وفي مواقع معروفه جدا، لكن عندنا ثقافه الفرد والمواطن المعلوماتيه في تمييز المعلومه بجوانب صحتها المختلفه بيبقى صعب بالنسبه له او مش معروف. احنا لسه كنا جايين من مؤتمر بيتكلم على الثقافه المعلوماتيه والرقميه في ظل انتشار الانترنت. الانترنت طبعا حضرتك تعلم وحضرتك تعلمي وكل يعلم ان الوثيقه الورقيه انتقلت الى هذا الحيز الالكتروني والفضاء الالكتروني الواسع. فبيدي مجال للتزوير والتعديل والتغيير، لكن نرجع ونقول ان التسجيل والتوثيق في السجلات العالميه وخاصه برامج معروفه عالميا سواء على مستوى اليونسكو او المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم او اي شكل من اشكال التوثيق والاثبات الالكتروني لتعود الامور الى نصابها الصحيح. طيب النهارده الاحتفاليه موجوده طبعا لليوم الوثيقه العربيه، هيكون في عدد من الفعاليات وفي تقريبا ثلاث جلسات النهارده، محتواها هيكون ايه وازاي هيتم الاحتفاليه النهارده؟ كلها بتدور حول مفهوم الارشيف الاخضر، بمعنى التحول من الاعتماد على الاوراق الى الاعتماد على الوثائق الالكترونيه وتطبيق مفهوم الارشيف الالكتروني والحفظ طويل الامد. وهنا بنتكلم على المفهوم وعلى نماذج لهذا التطبيق في بعض الدول العربية. سعيد جدا ان احنا عندنا التجربة السعودية هتبقى ممثلة من خلال المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والتجربة الأردنية من خلال المركز عمان والخليج للدراسات، وعندنا ايضا التجربة المصرية ودي من خلال مركز مهم جدا وهو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وخاصة له تجربة في التوثيق الرقمي لأرشيف الموارد المائية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار. شكرا شكرا جزيلا دكتور شريف شاهين أستاذ علم الوثائق والمكتبات، أشكرك شكرا جزيلا.